منتخبنا الوطني الاول في الدوحه، وطبعا اللي بيستعد للظهور الاول ليهم الاربع اللي جاي باذن الله في مباريات كاس العرب بمواجهه فريق لبنان. خاض المنتخب من شويه كتدريب الثاني ليه ان شاء الله في فندق الاقامه في الدوحه، ووصل كمان الدوحه امبارح مساء احمد حجازي وانضم خلاص لبعثه المنتخب، وكمان بعد كده تواجه مباشره لمقر اقامه الفريق وشارك كمان في تدريبات النهارده عشان تكتمل قائمه المنتخب الوطني في البطوله ب 23 لاعب بعد ما تم استبعاد امام عاشور واللي اصيب بفيروس كورونا. كمان امبارح برضو وفد من الاتحاد الدولي رحب بعثة المنتخب، وكان طبعا في استقبالهم بمقر إقامة الفريق في الدوحة محمد الشواربي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، وكمان عملوا اجتماع الوصول المخصص لشرح لوائح البطولة الفنية والتحكيمية والطبية، كمان حرص على حضور جميع اللعيبة والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، وفي نفس الوقت برضو عقد الجهاز الإداري بقيادة كابتن وائل جمعة مدير المنتخب اجتماع في الوقت نفسه مع وفد الفيفا عشان يطلع على